ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك
وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. إلهنا قومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها إصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين. اللهم وفقهم للخير وأعنهم عليه. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين